نروح حقك بعدين نرد حق لا خلني اكمل الموضوع عشان اقول لكم اخر شيء احنا قلنا ان ليش واحد يمثل يعني برمضان انت اخر شيء خلي تقول السكجول مالها الحين لما السنه طافت كان عندنا جاذرنج عقب الفطور ما كان عندي وقت اسوي ولا شيء يعني تخيلوا ان عقب الفطور ما في صالون مبطل الا الساعه 8 وجاذرنج كان الساعه 8 فكنت اقوم مبكر اتسبح اقعد اقرا قران شيء يعني مرات ساعه مرات نص ساعه او مرات على الاقل 10 دقائق والله المهم انه يعني دام اني قاعده ما افهم شيء اقرا قران بس يعني احاول اني اختمه برمضان اقوم اروح الصالون قبل الفطور على ما ارد من الصالون ساعه تكون عندنا زواره اروح شو اسمه ايش دموك قاعد تشوفي صار له ساعه قاعد اضحك عليه زين ترى مو كافره زين والله عندي سؤال انا ببالي يطالع الساعه وبالقران بالرمضان اروح الجامع شوفي البراءه لا شوفي البراءه وشوفي يعني النيه الصافيه عند زيد هو يقول لي يعني هو قاعد يسوي لنا الساعه كم فانا اقول له الساعه كم انا فاهمه كان هو يقول لي كان يسوي لي كم الساعه قلت لي 40 اي اعطاني كذي كان اقول له لا هو فاهم والله انت بريء ترى انا لا توقف انام اخر عنك شويه بعدين تعال انا ايش حق ارد على رايك انت عاد كملي كملي قاعد نسمع خليني اكمل عندي سؤال قادرك برمضان شلونه كان؟ في فرق بين الايام العاديه برمضان؟ اي في فرق غير كان في عندنا اتصالات؟ لا كنا مذيع وضيفه كان ما كان لا كنا كلنا فيكم لا والله جد يعني قادر ما عشت انا برمضان كنا لازم يعني كل واحد فينا كان يركز على ثلاث اربع مسلسلات وكنا نتابعهم فنتناقش فيه يعني بنات الثانويه كان يصير بيني وبينهم وايد تاتش عليه يصير في نقد على المسلسلات؟ ايه كان يصير في نقد قوي على المسلسلات في ناس زعلوا يعني في كذا وحده انا انتقدتها يمكن زعلت وايد ان انا انتقدتها انه ليش كذي قلت بس كان يعني حكي ما يزعل انا ما جرحت يعني وجهه نظر بعدين احنا قاعدين نسبب بالعكس تعلموا من اغلاطكم احنا مو مذيعين وبعدين بنات ثانويه ترى يا له نقد من وايد يعني ويا له مدح بعد يعني مو بس انت يعني جرايد مجلات كتاب انتقدوا بنات ثانويه وفي بعضهم مدحوه يعني في ناس قالوا لا ايش هو صوره البنت وما ادري شنو دعوة يعني عادي ما كان في شيء غلط حق الكاتب النشمي على ما اتوقع ايوه واستضفناه وشي يعني بالعكس كان وايد حلو عقب اي وعقب عقب الفطور طبعا كان اكثر شيء فطورنا يكون بوم بالبيت يعني كله عند اهلي مره بيت عمي خالي شي فبعد الفطور كنت بسرعه اروح اي الدوام كله متاخر فعقب الفطور اطلع اروح حق عمتي عشان ان الجيام وكذي اقعد عندها ساعه تطلع ساعه ما تطلع رمضان طاف كلش ما شفت فجاتي غير مره واحده رمضان هذا ان شاء الله راح يكون في برنامج مسابقات بس ما ادري يا الساعه 9 يا الساعه 10 انا وياك ان شاء الله فما ادري شنو راح يصير الوضع بالضبط يعني متى صالون متى التضبيط متى نجهز بس اتوقع راح يكون رمضان هذا احلى من الشيء السنه اللي طافت ان رمضان هذا راح يسوي شيء انا حابته ان شاء الله توفقين في البرنامج شكرا والله على الشكر لا لا ان شاء الله الله يوفقكم لا انا بقدر اتخيل انتم الاثنين برنامج بروحكم انا اول حلقه راح نطق بعض انا ادري حمود شيك حمود؟ رد على السؤال لا ما على بعضك ما اجيب اليوم يلا رد على سؤالنا حقك انا حمود يعني قبل الفطور كالعاده يعني مسلسلات ما شاء الله بالكويت كل مسلسل احنا بالثاني يعني واحد يندمج وبعد الفطور والله حمود دورة الرمضان كنت اطالعها قبل سنتين او ثلاثة يعني كنت اروح مع اخوي كنت اروح اتابع المباراة يعني نقعد بالمدرجات اجواء خيالية الصراحة تحس ان شوف الكل يجمع والمباراة قوية مع انه قبل الفطور الناس صايمين لعب خيالي بعد الفطور يمكن اقعد مع الاهل شوي لا 9 لا 10 بعدها اطلع اروح القهوه وارد بالليل بس يعطيك الف عافيه بس هذا خلصت كذي كل شيء بس يعني الوقت برمضان حمود يمر بسرعه ما يمدي سبيشلي بعد الفطور ليش انا احس انه وقت برمضان ما يمشي عندنا يعني برمضان يعني ما ادري عن وضع بيت الناس بس بيتنا عندهم رمضان هم لازم نرد البيت 10 ولا حد 11 زين رمضان يعني رمضان الناس تطلع الساعه 10 رمضان 10 الطلعه تكون احنا لا بيتنا ما يصير لازم ان ما عندهم رمضان الطلعه تبلش متاخر اصلا احنا بيتنا ما عندنا رمضان ان اشياء تبطل بعدين لا رمضان عندهم نفس المواسم العاديه فما انا ما اطلع ما اقدر اطلع متى اطلع زين توقعاتك للسنه هذه برمضان شنو؟ زين جلاد انت ما قلت اللي قاعد تطلع حمود توقعاتي يعني هم السيناريو راح ينعاد حمود قبل فطور المسلسلات يعني قاعد اشوف من الحين لقطات ودعايات من سهر الليل دعايته قويه اقوى من الثاني الصراحه حتى مسابقات برامج زين يعني ما ادري اتابع هذا ولا هذا وبعد الفطور يعني اكيد طلعه او اذا يعني حالتنا برنامج انا واسرار ان شاء الله وبعدها ان شاء الله طلعه يعني يا قهوه مع حمود او معاك كالعاده يعني انا طبعا عندي ايش اسمه اقعد الصبح مبكر اطالع التلفزيون اقلب التلفزيون من القناه الاولى لين
خلنا اخلص كل القنوات يعني افصفصهم تفصفص عشان اعرف شنو المسلسلات الحلوه وشنو اللي اشوفه حصري قبل هذا لانه بعد كنت على طول بعد الهوى يعني بعد شو اسمه بعد رمضان بعد ما تفطر وشي هذا على طول اي هني الساعه 6:30 7 كنا هني نتجمع علشان نطلع الهوى وهذا فيعني حتى يمكن كان في عندنا مذيعين ويانا كان بدر ونواف يتفطرون هني لانه ما يمديهم مساكين فيعني احنا كنا يعني صدق كنا وايد مضبوطين السنه هذه راح اتابع وايد مسلسلات صراحه وايد مسلسلات حلوه اقعد اكيد في عندي فتره يعني مده ساعه انا اخصصها هذه دائما يعني يمكن مو بس انا او كل واحد فينا برمضان يقرا قران احس انه لا لكن اسرار يعني لكن اسرار يعني انت شنو قلت يعني انت قاعدين بس رمضان هو القران بكل وقت مو بس برمضان يعني اوكي بس انا بس يعني اي بس عشان انا يعني بس عشان التنويه يعني كلامي لك انا صريحه انا هذا شيء اساسي عندي برمضان لان هذا مو ضحك الموضوع المهم فانا موضوع الموضوع مو ضحك تسوي لك كذي انا ما لا انا كنت قاعد اضحك على شيء ثاني انت قلتي بس مو لا تكذب لا تكذب لا تكذب مو سالفه هذا لا انت اللي كذب الله يقطه بالنار يبا والله انا شيء ثاني انا ما قاعد اكذب انزين تسوي كذي اي انا كنت قاعد اسوي كذي وكذي يعني بعد لاني بغيت اسالك سؤال ما له داعي اسالك يعني زين المهم اكيد وجهك لما تطالع الساعه يعني قاعد اقول لك اطالع الساعه واطالع فوق كذي زين لان بعدين برمضان احنا ما نكذب اكيد حتى بالمواسم العاديه ما تكذب لا انت تكذبين طول المواسم لا انا ما اكذب انت فور سيزون تكذبين انا ما اكذب الا انت تكذبين فور سيزون بما ان انت فور سيزون تكذبين وبرمضان هم تكذبين واللهم اني صايم خلونا نطلع الفاصل هذا ونرد وياكم حبتين ردينا لكم بعد الفاصل ونبي نرد نكمل اجواء رمضان وسوالف اللي تصير برمضان ونبي هم نكمل التعليقات اللي بتويتر قبل لا تكمل بس اكون سؤال اقول انا شنو كنت اسوي برمضان اي ما خلص بس تخلص بس اكون كلكم سؤال ان شاء الله خلني اخلص انا اي قاعد اقول لك بس تخلص ممكن ابلا ابلا ممكن انا ليش ما تروح ليش في هذا دورات الرمضان ما دورات الرمضان ليش ما حد تكلم عنها يعني ابلا ابلا ممكن ارجع انا شو اسوي برمضان يعني خليه يخلص تروح بعدين لحظه شوف احنا اذا احنا دشينا كذي على الموضوع هذا راح تردون تسكتون فخلكم لا تجيبين دا لا لا خلاص نسكت لا لا اي بس قلت انا اني اروح واقعد المدرجات استمتع لما اشوف استمتع زين اوكي خل جلال يكمل لا تدش في تقريبا 12 دوره رمضانيه حق الغد بس الاشهرها دوره الرمضان عشان نصير دعايات قلت شيء غلط بس حتى لا تتكلمون بالموضوع على احمد اعطاني الدوره قناه الشارع نظمة دوره وايد حلوه راح تكون من اقوى الدورات ان شاء الله وتنافس على اقوى دوره يا رب ان شاء الله عندنا هني طبعا شو اسمه انا ارد اقول لكم اني اتم اطالع مسلسلات بعد ما اخلص المسلسلات بس توصل الساعه تقريبا 4:30 5 انا اجيب سياره السلف واشلع اروح النادي انا فيني طبعا يعني معود نفسي تقريبا صار لي تقريبا الحمد لله يعني اكثر من 5 سنين اني انا معود نفسي ومعدتي اني انا اروح اتمرن قبل الفطور بساعه على معده خاليه ما تبغى بس لك سؤال ما تبغى الحين انت لما خلينا انت مو ماكل شيء اوكي برمضان او بالموسم العادي تقوم من النوم او يعني المهم انك قبل لا تاكل أنا روح النادي ما انت اذا رديت من النادي راح تاكل انا قلت شغله انا قلت شغله انا حتى وانا عادي يعني بالايام العاديه اللي هي مثلا ماكل رمضان معود نفسي ان انا اروح النادي بمعده خاليه زين مو غلط لا مو غلط ماكل بعدين بالعكس لا بالعكس لاني انا اساسا اكون شفتي شلون اللي انا معود نفسي اني انا ماكل بالليل مثلا العشاء دسم مكثر بالاكل انا قصدي عقبها لما انت الحين رحت النادي وتمرنت لما ترد راح تاكل ما راح تاكل دايت راح تاكل الحين ايه الحين انا شو بدي اقول؟ اقول ان انا لما اتمرن برمضان شوفي شلون توقيتي صح اروح مثلا الساعه 5 ساعه بالضبط هو تمريني راح ياخذ على الساعه هذه مني لين انا ارد البيت واخذ شاور يكون تو يعني خذيت شاور وضبطت نفسي وقعدت الا يقول الله اكبر يوم صليت المغرب وتفطرت يعني وضعي بالسليم أنا حتى ماري. انا يعني انا شوف انا اكثر بالكويت يعني او اللي يلعب حديد متعود حمود انا اللي عارف اللي متعود حمود اللي متعود على حمود قاعد اقول لك انا اللي متعود على حمود وهذا يضطر يسوي العكس شو يسوي العكس؟ العكس انه في بروتينات يضطر مثلا اللي ياخذ بروتينات اللي هي قبل يعني قبل التمرين ياخذ بعد التمرين
تصير. ليش؟ لان هني انت جدولك برمضان لازم يصير، يعني صدق لازم يصير تمرينك صحي. انا اقولك شغله، واي احد لعب بنادي او هذا او اللاعبين اللي يلعبون بالنادي كلهم قاموا يلعبون قبل الاذان بساعه. ليش؟ لان صدق بعد يعني بعد الاذان اول شيء انت تاكل وتاكل تاكل تقعد تاكل ما تدري شنو قاعد تسوي، غير هذا راح تقعد بتحلي، وبعد ما تحلي ما شفت تاكل، وكل شويه اكل وجبات ما شاء الله. يعني برمضان الاكل ما يعني ما مو صح النادي يكون على الساعه 12 واحدة بالليل على اساس انه يروح يتسحر ويرد. خلاص لا لا، يكون اساسا ماك يعني يبقى له بس السحور الفير، يكون متفطر طالع وماكل السويت وشارب القهوه. طبعا كل سويت يمتن اكثر من ما ادري اي سويت الثاني. فعلى الساعه 12 واحدة تروح النادي عقب مثلا خلص طلعتك او انه ما تطلع تروح النادي الساعه 12 واحدة، الساعه 3 تتسحر. أنا أيد إصرار، لأنه أرادي أنت لما تروح النادي محمد ومو ماكل راح ترد تاكل. لا لا صدقني ما راح تاكل أكل جاهز. أنا سمعي أنا معود جسمي أنا كلاعب يعني ما شغل باللاعبين الثانيين. يمكن حمود يبي يتمرن غير مسافة تعود، بس أنا بقول شغلة. أنا يعني أنا كذا مرة سامعة من أكثر من مدرب إن إذا تبين تروحين النادي وأنت ماكلة لازم تاكلين قبلها بساعتين بعدين تروحين النادي. إذا بتاكلين بعد النادي تاكلين بعدها بنص ساعة أو ساعة، صح؟ أنا هذا اللي عارفه. زين أنت أساساً بعد ما أرد أنا من شوي شوي من شوي شوي سمعي من الخمس بعد ساعتين سمعي من الخمس للست هذه ساعة. أنت إيه حاسبها صح عشان كذي أنا قاعد أقول لها. ولما أرد عندي نص ساعة اللي هي فترة شنو؟ فترة راحة أنا قاعد أسبح فيها وما شنو؟ قبل الفطور. وناطر إيه وناطر إني أنا أفرس سيارتي عشان أصلي المغرب يكون وضعي صح. ده شيء كليت هذا الصح صدقيني. يمكن يعني يمكن ما بيفتي فيها، بس كل واحد يمشي سر إيه؟ كل واحد يمشي على السيستم. أنا من عندي يعني حتى يعني بوجه تحية حق مخرجنا محمد الحداد أكيد البيت. حتى محمد الحداد السنة اللي طافت وافقني بالرأي وقام يتمرن معي على نفس التمرين، لأن هذا التوقيت الصح. إذا إحنا حسبناها هذا توقيتنا الصح عشان إن إحنا نتمرن. يعني خلينا نقول ما نبي إن يعني أنا أرهب نفسي وأخلي وقت إن في ناس تدري أنت تقعد مع أهلك، وأحلى مسلسلات كلها تبدي بعد الفطور على طول، عرفتوا؟ فأنت تضطر تقعد وتطالع، لأن نفس ما قلنا وقتنا عشر عشر وشوي الحين هذه حزة الطالع. محمد هذا طبعا يعني أطلع. هذا عندك أنا شفنا ما أقدر، يعني يحتاج أكل أول حبوب إنه باور محمد تأيدني أنا أيد يعني مغذي كلامك. ما أقدر الأكل مغذي عندي. أنا أيد كلامك. أنا كل واحد أنا والله بالنسبة أنا جربته عادي. إيه أنا بالنسبة يعني أنا أيد كلامه. حمود تدري شنو حلاوته؟ حلاوته بعد السحور تروح إذا النادي فاتح. بعد السحور خلاص بعد نرجع. أنا أستانس بيومي كله. شوف أنا بخلي شوف حمود أنا بخلي يومي كله طويل. عندي رمضان كله خلاص يعني أنا ما عندي شيء. لكن مثلا حمود يحتاج ياكل بروتينات هذا هذا يعني شيء بعدين اليوم بعدين ما تدري حرقه ونام. يمكن حمود هو متعود كذي يعني كل سنه. ما اقدر اقول له والله ان انت غير روتينك عشان تمشي. كل واحد على حسب روتينه. فهني انا اخلص ارد ابدل اتسبح اي قناه ولا نادي ولا شيء. يبغى اكله وعيشه وحياتكم بس خلاص. وطبعا نقعد هني حق جادرنج لين نخلص. بعد ما خلصنا جادرنج تكلمتوا على المسلسل. اي دام ما نادي انا سمعت ان المكرش ان اللي عنده كرش هو شخص رومانسي. والله اي خلكم انزين عندكم والله جد انزين. سؤالي اوكي الحين برمضان يعني ذكرنا انه وايد تصير فيه مسلسلات واكثر يعني اكثر مسلسلاتكم برمضان. شلون تقدر تقيم المسلسل اول ما تتابعه من البرومو؟ لا لازم اطالع من حلقه حلقتين على يعني في حلقة. مسلسلات بصراحه عادي تخدعك يعني عشر حلقات واو بعدين ما تقدر مو سالفه عشر حلقات. شو تسوي بهالمسلسل؟ ذكاء ذكاء المخرج او القناه نفسها اللي بتحط المسلسل. حتى لو كان المسلسل فيه ابطال بس ان المسلسل مو ذاك الزود تكمل يسوي قاعد ياخذ اقوى المشاهد اللي هي الهيت يعني انه اوف انه يخليني يشدني انه انا لازم اطالع المسلسل هذا وانصدم ان المسلسل يطلع ما فيه لا قصه ولا سالفه. لما بس يكون كذي المسلسل إيه بس تكمل المتابعين والسياره اللي دعمت ما شنو هذا هو اللي شدني. هذا شيء طبيعي هذا عشان تغرين المتابعين إيه عشان بس يعني برنامج او مسلسل أوكي افلام سينما. بس انا الحين قاعد اتكلم اذا صار انه والله انت تابعت اول عشر حلقات او خلينا نقول اول خمس حلقات ما طالع مسلسل ثاني بعدين شفت ان المسلسل يعني شروط تكمل تتابع المسلسل. شوف هو الذكاء من المشاهد انه وقت ما عنده فضاوه يتابع. شوفي يتابع 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 اي يتابع اي مسلسل. يعني مثلا طالعت سهر الليل انت راح تعرفين سهر الليل 3 اذا انه حلو من بعد خامس حلقه ولا سادس حلقه تعرفينه من الحلقه الاولى او الثانيه احداثه شلون الدور تعرفين انه الله المسلسل يشدني ولا لا. هذه واحد. اثنين انه انت مو شرط انه انت خلاص قلبتك. يعني صعب انه في مثلا مسلسلات تلاقيها على ام بي سي، مسلسل على الراي، وفي مسلسل على الوطن، وفي مسلسل على تلفزيون الكويت.
انا انسق وقتي، انا شنو ابي كل مسلسل انا اتابعه، حتى لو كانت في العاده مثلا تفرق مثلا بالساعه 10 بالليل مثلا على ام بي سي. سؤال مهم اليوم باور.